اهلا بيكم في محطة جديدة من محطات رحلة ديجيتال دوكيمنت كنترول. لو ما تعرفنيش فانا اسلام يسري، سيستم ديفلوبر في شركة سيكتورز كونستراكشن. في الفيديو ده هنعرف ازاي بنتعامل مع الديجيتال سبميتال مانجمنت موديول في اوتو دوكومنتيف سوفت وير. الديجيتال سبميتال مانجمنت بيحتوي على مجموعة من الفيتشرز. رقم واحد، اد سبميتال، او ازاي تقدر تعمل اضافة لسبميتال عندك على الموديول. رقم اتنين، ازاي بتعمل تحديث على بيانات الموديول. رقم تلاتة، ازاي تقدر تعمل كنسل ودي كنسل للسبميتال، او بمعنى اخر ازاي تقدر تسحب السبميتال وازاي تقدر ترجعه يشتغل تاني. رقم اربعة، ازاي تقدر تعمل ابلود للسبميتال اتاشمنت، سواء كان سنت فايلز او ريبلايد فايلز. رقم خمسة، ازاي تعمل سبميتال ريفيجن. رقم ستة، ازاي تعمل كونفيرميشن للسبميتال، بمعنى انك ما تقدرش تعدي على بياناته بعد ما تعمل له كونفيرميشن. رقم سبعة واخر حاجة، ازاي تقدر تعمل فيو لبيانات السبميتال قبل الكونفيرميشن وبعد الكونفيرميشن، وايه الفرق بينهم. تعالوا بينا نبدأ نشوف واحدة واحدة من دول. اول خطوة هي اللوجن عن طريق الاكاونت اللي اتعمل من خلال الادمينستريتور، زي ما شرحنا في فيديو Permissions and Users Setup. فهندخل اليوزر نيم والباسورد وهنختار اليوزر تايب وندوس Sign In. هيفتح معايا الفورم دي. هنروح على البروجيكتس ونختار المشروع اللي اتعمل عن طريق الادمنستريتور زي ما وضحنا في الفيديوهات السابقة، وهندوس عليه. هيظهر لي التابس دي. هندوس على تكنيكال اوفيس وندوس على سبميتالز. هيظهر معايا الانترفيس الخاصة بالسبميتالز. هروح على زرار اد سبميتال، ادوس عليه. هيظهر لي الموديل ده او الفورم دي. رقم واحد تركز معايا فيها كويس قوي، اي element تحتيه حاجة باللون الاحمر بالشكل ده اسمه alert، والغرض منه توصيل رسالة ليك ان لازم تدخل معلومات هنا، وان الدوكيمنت مش هتتكريت الا لما تدخل المعلومات دي. وعشان اثبت لك ده، لو جينا ندوس اد سبميتال هيقول لك سبميتال تايتل از ريكوايرد، فاي معلومه هنا تحتيها اليرت بالشكل الاحمر ده انت محتاج تملاها، واللي مش تحتيها اليرت بالشكل الاحمر ده زي الاليمنت ده اللي هو البي كيو ريفرنس، ساعتها ممكن تملاه وممكن ما تملاهوش على حسب احتياجك. تعالوا بقى نبدأ نملى السبميتال تايتل. هنكتب مثلا ديتيلد تايم سكيدجول، وندخل الديسكريبشن، والفرق ما بين الديسكريبشن وما بين التايتل ان الديسكريبشن بيكون فيه تفاصيل اكتر نسبيا عن التايتل فيما يخص الغرض من السبميشن. يعني هنا البي او كيو ريفرنس مش هنحتاجه في التايم سكيدجول. هنختار السنت ديت، والسنت ديت ده هو التاريخ اللي بقدم بيه الدوكيمنت الاستشاري وبيستريم لي عليها. طيب ايه الحاجات الديسابلد دي؟ يعني ليه لما بدوس هنا اهو مفيش حاجه شغاله؟ ده عشان واحنا بنسطب المشروع حطينا تاريخ بدايه وتاريخ نهايه، فاي حاجه بره تاريخ البدايه وتاريخ النهايه ده بتكون ديسابلد منعا للخطا الغير مقصود. فوليكن هنختار مثلا التاريخ 24 ونختار السبميتال تايب.
طيب السبميتال طيب هنا هيكون عبارة عن ايه؟ زي ما كريتناه قبل كده في السيت اب بتاع السبميتال تايبس، فاحنا هنا كنا عاملين تايم سكيدجول. والسبميتال ورك تايب هنا التايم سكيدجول منه خاص باغلب او بكل المشروع، فهنختار جنرال وركس. الزون هتكون الاول فلورز لان هو تايم سكيدجول غالبا بيتقدم لكل المشروع. فروم المقاول، وهنا بتختار الاستشاري طبعا بقى انت والشركات اللي شغال معاها. انا هنا اخترت سيكتورز كونستراكشن عشان دي شركتي اللي انا بشتغل فيها، واركيميد دول ناس محترمه اشتغلنا معاهم في مشروع او مشروعين قبل كده. وبعد كده الريسبونسبل انجينير، بتختار المهندس اللي مسؤول عن الدوكيمنت دي من طرفك. وهنا هنختار السبميتال اكتيفيتي تايب، هل هو كريتيكال ولا نون او نوت كريتيكال. وده بيفيد بعد كده المهندسين بتوع العقود لما يجوا يعملوا كليمز. ولكن اللي يهمني تعرفه دلوقتي عن الاكتيفيتي تايب ده، انك تبقى عارف ان لو اتاخر اعتماد الدوكيمنت دي فاحتمال تاخر على انتهاء المشروع، او احتمال تاثر على تاريخ انتهاء المشروع. ده الغرض من الموضوع مش اكتر من كده، بس هو انبوت مهم عشان بيفيد بعد كده لو حبينا نطلع بيانات معينه تفيدنا في كيس زي الكليمز. وهنا بنحط السبميتال اكسبكتد ريبلاي ديوريشن. السبميتال اكسبكتد ريبلاي ديوريشن بالدايز، الهدف منها ان انا اقدر اتابع لو اتاخر الرد بتاع الدوكيمنت دي عن التاريخ ده، يبقى انا عندي ريفرنس الجابس عندي في التواريخ جاي منين. فهنحط مثلا 5. والسبميشن ميثود هنا احنا حاطين 4 اختيارات، الهارد كوبي او الايميل او الايميل اند هارد كوبي او الاوتوميتد ورك فلو. والغرض منها ايه؟ ان في شركات كتير جدا مقاولات بتشتغل مع استشاري، فالاستشاري او المالك غالبا بيكون هو اللي في ايده الابر هاند على البروجكت، وهو اللي بيحط سيستم السبميشن. فوارد يقول لك لا اشتغل هارد كوبي، وارد يقول لك اشتغل ايميلز، وارد يقول لك اشتغل ايميلز اند هارد كوبي، وارد يكون في سوفت وير بيشتغل عليه زي ايكونكس او زي بروكور او غيرهم. فانت لو مش هتقدر تطبق السيستم بتاعك معاهم، تقدر عن طريق السوفت وير ده انك تريكورد الداتا بتاعتك. فهنختار هنا مثلا نقول اوتوميتد ورك فلو، وهندوس اد. كده السبميتال نزل معايا بياناته كلها، الكود وهو كود اتعمل له اوتو جينيريشن، خد كود المشروع وخد اسم او الكود بتاع شركه سيكتورز والكود بتاع شركه اركيميد، وهم هنا كانوا المقاول والاستشاري. وبعد كده الزون، وبعد كده الكود بتاع الزون يعني، وهنا الكود بتاع الورك تايب، وهنا الكود بتاع السبميتال تايب، وهنا الكود بتاع الدوكيمنت نفسها وهو سبميتال، وهنا الرقم اللي برضو بتعمل اوتو جينيريشن عن طريق الجوريزم موجود جوه الابلكيشن، وهنا الريفيجن نمبر، وهنا تاريخ الارسال، وهنا التايتل والتايب والورك تايب والاريا والمهندس المسؤول والحاله بتاعت السبميتال ايه، وهنا الريتيرن ديت طبعا لسه موجود اصفار لانه ما تردش عليه، وهنا الاكسبكتد ريبلاي ديوريشن، وهنا الاكتوال ريبلاي ديوريشن. البيانات دي هتبان معانا لما نيجي نعمل ابديت، والجاب ده هنشرحه لما نيجي نعمل ابديت. وهنا مين الاوبريتور اللي كاريت الدوكيمنت دي. احيانا بنحتاج نعمل تحديث على بيانات السبميتال بعد ما ضفناه. مثلا ممكن يكون معلومة ان الاكسبكتد ريبلاي دايز 5 حصل عليها تعديل ان هي هتكون 7 بدل 5. في الحالة دي نقدر نروح ندوس على كليك تو اكشنز على الريكورد بتاع السبميتال اللي احنا عايزين نعدل عليه، وندوس على ابديت سبميتال. هيظهر معايا الفورم دي فيها كل البيانات اللي احنا ضفناها الخاصة بالسبميتال ده. اقدر اروح بكل سهولة على سبميتال اكسبكتد ريبلاي ديوريشن واخليها بدل 5 تبقى 7، وادوس على ابديت من غير ما ادوس على كونفيرم سبميتال، دي هنتكلم عنها بعدين. زي ما انت شايف تم التحديث، بدل 5 بقت 7. تقدر تعمل الكلام ده كله على اي
معلومة من دول، سواء كان السنت ديت او التايتل او التايب او الورك تايب. لكن الكود والريفيجن ما تقدرش تعمل عليهم حاجة، لا هم ولا الكرييتد باي، لان هم بتعمل لهم اوتو جنريشن. زي ما احنا عارفين ان السبميتال ما هو الا كفر دوكيمنت بيكون معاها مرفقات هي دي اللي الغرض اعتمادها. فمثلا السبميتال اللي معانا دلوقتي الغرض هو اعتماد التايم سكيدجول اللي هيكون مرفق بيه. وما دام قلنا كلمه مرفق، معنى كده عايزين نعرف ازاي نقدر نرفع اتاتشمنت للسبميتال على السوفت وير. بنروح على كليك تو اكشنز، بندوس على سنت فايلز. وسنت فايلز هنا مقصود بيها لو انت مقاول بتقدم حاجه للاستشاري، فاللي بتقدمه للاستشاري ده بيكون اسمه سنت فايلز. هندوس عليه، هتظهر معايا الفورم دي فيها الكود وفيها التايتل. هتروح على الاليمنت ده هتدوس عليه، هيظهر معاك محتويات الكمبيوتر بتاعك. تقدر تاخد اي مجموعة ملفات باي اكستنشن وترفعها، وليكن مثلا هناخد دول كمثال مش اكتر، وهتدوس ابلود سنت اتاتشمنت. زي ما انت شايف هو رفع الملفات بالشكل ده، والاوريجينال نيم بتاعها كان كذا، ده اسمها على الجهاز بتاعك، وهي اوتوماتيك خدت اسم تاني على السيستم علشان ما يحصلش اي دوبليكيشن لما ترفع حاجه تانيه. وهنا مين اللي رفع الدوكيمنت دي واترفعت امتى. وهنا تقدر تعمل لها داونلود، لو دوست هنا تنزل معاك تعمل لها داونلود. واللي جنبيها دي كنسل او ريستور، والغرض منها انك لو رفعت اتاتشمنت وعايز تكنسله عشان ما يظهرش لاي حد يقرا تفاصيل الدوكيمنت دي، ممكن تدوس عليها كده اهو، هتلاقي نفسك مش قادر تعمل داونلود. ولو عملت لها ريستور هتشتغل معاك. طيب تقدر تعمل لها كنسل وريستور لحد امتى؟ لحد لما تعمل كونفيرميشن. طيب ايه هو الكونفيرميشن؟ هنتكلم عنه في السكشن الخاص بالكونفيرميشن. طيب هل انا لو رفعت دلوقتي فايلات ما اقدرش ارفع تاني؟ لا، طول ما انت ما عملتش كونفيرميشن تقدر ترفع ملفات تاني. تعالوا نجرب ناخد ملفات تانية. هتترفع وهتاخد النيم بتاعها الجديد. السنت فايلز هي نفس الكلام في الريبلايد فايلز. فالريبلايد فايلز دي لو انا بعت الدوكيمنت الاستشاري ورد عليا، باخدها سكان وارفعها على السوفت وير. ممكن ناخد دول مثلا كده كانهم هم دول الريبلايز، وادوس هنا اهو الدوكيمنت اترفعت معايا. ونفس اللي شرحناه هناك في جزئيه الداونلود وجزئيه الكانسل اند ريستور هو نفس الكلام هنا. وده كان شكل اليه الاتاتشمنت ابلود. في سيناريو بيحصل في كتير من المشروعات ان مهندس الاستشاري ومهندس المقاول الاتنين يحصل بينهم اتفاق ان في سبميتال معين هنلغيه او هنسحبه او هنكنسله، ايا كان المسمى اللي بيستخدموه ايه. في الحالة دي ازاي اوز دوكومنتيف بيتعامل مع الموقف ده؟ بنروح على كليك تو اكشنز، بنلاقي عندنا اوبشن اسمه كنسل سبميتال. لما بندوس عليه بيظهر لي الفورم دي وبيديني اليرت انك لو كنسلت الدوكيمنت دي ما تقدرش تستخدم نفس النمبر لاي دوكيمنت تانية او نفس الكود لاي دوكيمنت تانية. لو دوست كنسل بتلاقي شكل الستيتس اتغيرت وبقت كنسلد. لو دوست على كليك تو اكشنز تاني ما بتعرفش تعمل اي ترانزاكشن غير ترانزاكشن واحدة، وهي دي كنسل سبميتال، يعني الغي الكنسليشن اللي حصلت. طب ده ليه؟
لان وارد يحصل اتفاق تاني او ديسكشن تانية يتفقوا فيها ان احنا هنفعل السبميتال ده تاني. ساعتها بندوس على دي كانسل سبميتال، بتظهر معايا الفورم دي. هل انا بقى عايز اعمله دي كانسليشن واحط اكشن، ولا هعمل دي كانسل بس؟ هنمشيها ان احنا هنعمل دي كانسل بس. رجع السبميتال تاني كاننا ما عملناش اي حاجه دي، ورجعت الاكشنز زي ما هي. تعالوا بقى نعرف ازاي بعد ما الاستشاري يعمل ريبلاي على الدوكيمنت اللي انا بعتها، ازاي اقدر انا اعمل عندي الابديت. بروح على كليك تو اكشنز، بدوس على ابديت، وبدخل الاكشن اللي هو حطه. هنعمل بس ان هو حط ريسبمت عشان نجرب ازاي الريفيجن بتتعمل، وهنقول ان هو رد عليا بالتاريخ ده وسام كومنتس اي حاجة يعني مش تفرق. وبدوس على كونفيرم سبميتال. بص الاليرت ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو عملت تشيك على البوكس ده ان انت ما تقدرش تعمل اي تعديل نهائي على السبميتال ده. اوكي انا بالنسبة لي فاين، بس كده احنا عملنا الابديت. هتلاحظ هنا العلامة اللي كانت موجودة اللي هي المثلث اتشالت وتحط مكانها علامة الصح، وطالع اليرت صغير كده يقول لي this submittal confirmed. لما الدوكيمنت بتاخد اكشن resubmit معنى كده ان احنا محتاجين نطلع منها revision، لان resubmit معناها ان في ملاحظات على السبميتال محتاج يتم تعديلها وتحسينها وارسالها من جديد للاستشاري لمراجعتها مرة اخرى واعتمادها بشكل نهائي. طيب ازاي بنعمل الريفيجن؟ بنروح على السبميتال اللي عايزين نعمل له ريفيجن، وبندوس على الدروب داون دي، وعايزك تلاحظ معايا علامة الريسايكل دي. دي معناها ان السبميتال ده واخد ريسابميت وما طلعش عليه اي ريفيجن. بتدوس عليها بيظهر لك زرار كرييت ريفيجن، بتدوس عليه بيظهر لك الفورم دي فيها كل بيانات السبميتال القديم او ريفيجن زيرو. عايز تعدل فيها بتعدل، مش عايز بتحط تاريخ السنت ديت، بس هو اللي مطلوب منك، غير كده مش مطلوب منك اي حاجه تانية. حط مثلا كده وندوس كرييت. الريفيجن اتكريت معاك، خد نفس الكود وخد ريف 1، وكده عملنا الريفيجن على اوتو دوكيومنت. طيب احنا عرفنا ازاي نعمل اد للسبميتال، وازاي نعمل ابديت، وازاي نرفع اتاتشمنت، وازاي نعمل كانسل ودي كانسل، وازاي نقدر نعمل ريفيجن، وازاي نقدر نعمل كونفيرميشن. طيب ازاي نقدر نعمل فيو لتفاصيل السبميتال؟ ازاي نقدر نعمل سيرش على اللوج اللي قدامنا ده؟ تعالوا نمسك حاجه حاجه. اول حاجه ازاي اعمل فيو لتفاصيل السبميتال. هروح على الكود، هلاقي الكود باللون الازرق ده، ولما اقف عليه هيديني زي علامه الاشاره كده او بشاور على حاجه. هدوس عليها هيحولني للفورم دي فيها كل تفاصيل السبميتال وكل المرفقات بتاعته. خليك معايا في التركية دي عشان عايزك تلاحظ حاجة. بص هتلاقي ده بالاخضر ازاي، والنود بتقولك ان السبميتال كونفيرمد وانك تقدر تاخد عليه قرار، والناحية التانية بالاحمر، وده معناه ان في اليرت عايز يقولك حاجة ان السبميتال ده مش كونفيرمد، فلو سمحت ما تاخدش عليه قرار في اي حاجة لان ممكن بياناته تتغير في اي وقت. فدي تركية مهمة جدا حاول تاخد بالك منها. طيب ازاي اعمل سيرش؟ اقف على اي مكان يعجبك، اي عمود من دول او اي فيلد من دول عايز تعمل عليه سيرش، وليكن مثلا الستيتس عايز اجيب الريسبميت، هيظهر لك على طول الريسبميت
وهشيل الباقيين. طب عايز اجيب الاندر ريفيو، نفس الكلام. طيب افترض ان انا عايز اعمل سيرش بخانتين في نفس الوقت، مثلا عايز اقول ان الاكسبكتد ريبلاي دايز ب7 وعايز اقول ان الاكتوال ب0، اعمل فلتريشن بنفس الانبوتس اللي انت دخلتها. طيب اخر حاجه، الاكسبكتد ريبلاي دايز والاكتوال ريبلاي دايز والجاب. بص الاكسبكتد ريبلاي دايز دول دي احنا دخلناها في الاول واحنا بنينيشيت السبميتال، وبعد كده عملنا عليها ابديت خليناها 7، كانت 5 وبقت 7. طيب الاكتوال ريبلاي ده جه منين؟ ده جه من الديفرنس ما بين الريتيرن ديت وما بين السنت ديت. طيب الجاب ده جه منين؟ من الديفرنس ما بين الاكسبكتد ريبلاي دايز وما بين الاكتوال ريبلاي دايز. ومعنى ان هو بالاحمر وبالسالب كده ان انت عندك تاخير 8 ايام عن التاريخ المتوقع او عن المده المتوقعه ان يترد فيها السبميتال ده. دمتم طيبين واشوفكم في المحطه الجايه. سلام.